تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، بدات وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمه من المشاريع التطويريه ذات الطابع الخدمي من اجل تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين في اطار المشاريع البلديه المشتركه بمختلف مناطق مملكه البحرين. وقام سعاده وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعاده النائب فاطمه عباس ممثل الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية بجولة تفقدية لمشروع تطوير مرفأ لدراز، حيث أوضح سعادة الوزير أن الوزارة قد وضعت خطة استراتيجية حديثة وشاملة من أجل تجديد وتطوير مرافق الصيادين بمختلف مناطق المملكة، وذلك بشكل عصري بمواصفات ومعايير عالية الجودة. قال الوزير خلف إن المرفأ يخدم حوالي 150 صيادا ويشهد أعمالا تطويرية على مساحة تبلغ حوالي 350 مترا مربعا، وصلت نسبة الإنجاز 10%، كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الكهرباء والماء، كما يوفر المرفأ سوقا للسمك وممرات أكبر للقوارب ومرافق أخرى. وجه سعادة الوزير المعنيين في الوزارة إلى عمل الدراسات اللازمة لإنشاء المرافق العامة التي تخدم أهالي مدينة سلمان، وإلى تطوير المنطقة المطلة على المدينة من جهة ساحل أبو صبح وزيادة الرقعة الخضراء ووضع ألعاب إضافية والعمل على تجميل المنطقة. أعمال التطوير في هذا المرفأ راح يكون إن شاء الله هناك خدمات إلى الصيادين، استراحة حق الصيادين وأيضا للأعمال المرتبطة بمهنتهم، وأيضا مكاتب إلى خفر السواحل للحفاظ على الأمور الأمنية في هذه المنطقة وخدمة الصيادين في هذه المهنة. أيضا راح تكون هناك مكاتب إلى إدارة الثروة السمكية لتقديم الخدمات إلى أعمال التطوير. أيضا اللي تم الانتهاء منها هو أعمال الرصف وتوفير الإنارة. سوف يستمر هذا العمل حتى اكتمال هذا. هناك أمور أخرى لتمديد القواعد البحرية حسب طلب الأهالي. بالشكر الجزيل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه على إصدار هذه التوجيهات إلى الوزارات الخدمية للإطلاع على المشاريع الخدمية بالدوائر، كما أؤكد على أهمية هذه الزيارة المهمة التي استجاب لها بكل سرعة وزير الأشغال مشكورا لأهميتها ولما تحققه في ملف الأمن الغذائي.